قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. في أخبارنا المحلية، سلطت لجنة الانضباط التابعة لرابطة المحترفة لكرة القدم عقوبة اللاعب دون جمهور لمباراة واحدة ضد شبيبة القبائل على خلفية رشق الملعب في لقاء شباب الوزداد الأخيرة، وسيحرم الكناري من أنصاره في لقاء الحراش برسم الجولة 29 من دوري موبيليس، في حين غرمت شبيبة الصورة ب200,000 دينار لسوء أو التأخر المتعمد بين شوطي المباراة أمام اتحاد العاصمة. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.